الحاجات اللي كانت بتستخدم قديما لحل مشكله سرعه القذف. هي مشكله سرعه القذف يا دكتور قديمه؟ اه، من ساعه ما الانسان اتخلق والمشكلات الصحيه دايما 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 بتواجهه. النهارده يا جماعه هقول لكم على التقنيات اللي كانت بتستخدم قديما لعلاج مشكله سرعه القذف. رقم 1، استخدام النعناع العطري. الزيوت العطريه يا جماعه بالدراسات اثبتت ان هي بتساهم بشكل كبير في تقليل التوتر والاجهاد عند الرجال، وده بيساعد بشكل كبير في حل مشكله سرعه القذف، لانه دايما في علاقه وثيقه ما بين سرعه القذف والتوتر والاجهاد. رقم 2، التقنيات الجسديه. زمان كانوا فاكرين لما تضغط على جزء معين في الجسم وبالاخص اسفل البطن ممكن يساهم بشكل كبير في علاج مشكله سرعه القذف. التقنيه دي خاطئه يا جماعه، ومفيش اي دراسه او حاجه علميه اثبتت ان هي بتساهم بشكل كبير في حل مشكله سرعه القذف. العلاجات الدينيه والروحيه. السحر والشعوذه زمان كان ليهم صيت وباع كبير جدا جدا في العلاج. دايما الناس القديمه كانت بتستخدم يا جماعه السحر والشعوذه، وبيعملوا طلاسم وتعويذات على اساس ان الراجل ياخدها يحطها جنبه وهو بيمارس العلاقه او يلبسها في سلسله، وبالتالي ممكن تساهم بشكل كبير في حل مشكله سرعه القذف. والاسلوب ده خاطئ ومفيش اي حاجه طبيه او علميه اثبتت ان هي بتحل المشكله دي خالص، فانتبه وما تعملش الموضوع ده. استخدام الاحجار الكريمه زي حجر الزمرد، وده كان بيستخدم زمان، معتقد زمان ان هو يدي طاقة روحية بتساعد الرجل بشكل كبير في حل مشكلة سرعة القذف. يجي الراجل يعمل العلاقة مع زوجته ويحط الحجر جنبه أو يلبسه على شكل سلسلة، ظنا منه واخد الاعتقاد ده من الناس اللي حواليه زي المشعوذين أو كده إن هو ممكن يحل مشكلة سرعة القذف. وخلي بالكم يا جماعة ممكن يكون في تأثير ليه، وهقول ليه في آخر الفيديو. حاجة اسمها العلاج بالإيحاء أو البلاسيبو. الخلطات الغذائية. زمان كانوا بيستخدموا العسل وبيحطوا عليه القرنفل او الجنزبيل، ظنا منهم ان شربه واستخدامه بشكل يومي بيساهم بشكل كبير في تحسين القدره الجنسيه عند الرجال. ومش بس كده، ده ظنوا ان هو كمان بيعالج مشكله سرعه القذف. العسل مع القرفه والجنزبيل مفيد جدا للجسم، ولكن مفيش اي دراسه اثبتت ان هو بيحسن مشكله سرعه القذف. مشكله سرعه القذف مرتبطه اكتر شيء يا جماعه بموضوع القلق والتوتر وحساسيه الجلد. طبعا العلم الفتره اللي فاتت دي كلها انتج لينا العديد من العلاجات الدوائيه والصيدلانيه والخطط العلاجيه والطبيه، وكمان في حاجات موضعيه بتستخدم لعلاج مشكله سرعه القذف، وتقنيات حديثه جدا ظهرت بتحل المشكله دي. وسؤال الحلقه النهارده يا جماعه، عمرك سمعت عن علاج غريب لمشكله سرعه القذف او ضعف الانصاب؟ لو سمعت عنه سيبولي في الكومنت عشان نعرف الناس اراها ايه. طب تفتكر زمان القدماء كانوا بيستخدموا ايه مواد بتساعد في حل مشكله سرعه القذف؟